وخلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وجه الرئيس السيسي بإعطاء الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر لكل من يتقدم لها دون تحديد أرقام، معربا عن تمنياته ببذل كل الجهود المطلوبة مع المستثمرين لتنفيذ هذا الالتزام. وشدد الرئيس السيسي على الرغبة في تذليل جميع العقبات أمام قطاع الصناعة، مؤكدا أهمية دعم العمالة بالقطاع الخاص بكل السبل الممكنة. احنا ما المفروض ان احنا بنشتغل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى، والتجاره والصناعه موجوده وكل الناس موجودين. الحكومه احنا هندي الرخصه دي كده لكل المتقدمين لمده 3 شهور ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. بس ارجو ان احنا يعني واحنا بنعمل ده واحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على اخره، يعني انت عارف ان اليات العمل والحوكمة يعني مش زي ما احنا عايزين في مصر. فبرضو احنا ما هو السبب في الـ واحنا كلمنا كلامنا في المؤتمر اللي فات، يعني ان اللي انتوا بتعانوا منه احنا مش عايزينكم تعانوا منه، لان احنا يهمنا في الاخر اصل مش انتوا، احنا ده احنا كلنا مع بعض، ويهمنا ان البلد طبعا يهمنا ان تطلع قدام. لكن على كل حال 3 شهور الرخصة الذهبية لكل من يتقدم، انا مش هحددها برقم دكتور مصطفى، ولكن أرجو أن احنا نبذل جهد شوية مع المستثمرين لأن احنا ننفذ الالتزام ده لمدة 3 أشهر ونراجع. لو الأمور مشيت كويس ولنا حجم الإنجاز يعني كان مشجع، نقدر نفكر أن احنا نستكمل كده 3 شهور تانيين ولا لأ، أو نقول طب نرجع للنظام القديم اللي احنا اللي هو الرخصة الذهبية للدكتور مصطفى. فاحنا هندي 3 شهور بالطريقة دي. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، كل التحية يا فندم.